مرتين يقول جاء الذي في الدار. في الدار ما نوع هذا الظرف؟ تقول لي ما هوش ظرف، يقول لك صح هو جار ومجرور، لكن التسمية شو سمينا؟ ظرف. هذا الظرف شو نسمينا؟ ظرف مستقر. ليه سموه مستقر؟ أو هي شن شروطه؟ لابد أن يتعلق بكون عام، وإذا تعلق بكون عام وجب حذف هذا الكون العام، واجب الحذف. فإذا كان المتعلق يعني اللي تعلق به الجار والمجرور والظرف كونا عاما وجب حذفه ويسمى شو سمنا؟ ظرفا مستقرا، مستقرا. وإذا تعلق هذا الظرف بالمذكور يسمى لغو، يسمى الظرف في هذه الحالة لغوا. يبقى إذن عندنا قسمان، شبه الجملة هذه نقسمها إلى قسمين. القسم الأول شنو هو؟ ظرف مستقر، والثاني سميه لغو. ما الفرق بينهما؟ إذا تعلق، شو معنى تعلق يا جماعة؟ تو مثلا نقول جلست في الدار، إن الجار والمجرور مش متعلق بالفعل جلسة بشكل ولا لا به، ونقول مثلا زيد في الدار، الجار والمجرور مش متعلق بمحذوف. هناك المثال الأول تعلق بالمذكور سميناه لغو، والثاني تعلق بمحذوف سميناه، والمحذوف لابد أن يكون كونا عاما. شنو معنى الكون العام يا جماعة؟ الوجود الغير مقيد. مثلا تو أنت وجودك قد تكون جالسا، قد تكون نائما، قد تكون مضجعا، قد تكون مبتسما، قد تكون كذا، مش علينا أكوان متعددة ولا لا؟ متعددة ومش متعددة. لكن لما نقول عليه موجود أو كائن أو ثابت أو حاصل أو مستقر، مش أكوان عامة ولا مش أكوان عامة؟ أكوان عامة. نقول مثلا نسأل واحد، يسأل عن الشيخ محمد، يقول له أين الشيخ محمد؟ يقول له في المسجد. يعني موجود باهي. لو جاء ولقيهم قعمز، الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. ولو جاء يمشي صحيح، ولو لقيه مثلا نائم صحيح. لكن لو قال مثلا محمد في مثلا يقصد انه نائم في المسجد شكل ولا لا، ويقصد هذه وجاء لقيه ماهوش نائم، الكلام هو الصح. يبقى ليش؟ لان هذا كون خاص وهذاك كون عام. يبقى الكون العام هو الوجود المطلق غير مقيد بوضع معين من الاوضاع، هذا شو سميناه؟ كون عام. شنهن المستعمل؟ يعني مثلا نقول ثابت، حاصل، مستقر، موجود، كائن، هذه كلها أكوان عامة. لما نقول موجود في المسجد يشمل الوجود هذين كل الوجودات ولا لا؟ الوجود الجالس ماشي، قائم جاء ماشي، مثلا يتلى ماشي، نائم ماشي، كل دخلات والمش دخلات. وهذا شو سميناه يا جماعة؟ كون عام، يعني وجود غير مقيد بوضع معين. معاي في ايش معناه الكون العام؟ وجود غير مقيد بكون معين، يعني بوجود معين، مش محدد يعني. كويس.